14 علي الصباحي، 15 محمود الصولي، مدرب الفريق محمد القسيمي.
لنا ارسل لك هذه واحده ثانيه صغيره دقيقه. خطأ زي ما حصل تحت السلة على طول الأمريكي، ولكن يخطف على طول ويسبق السولي ويحط التصويبة. خطأ زي ما حصل تحت السلة على طول الأمريكي، ولكن يخطف على طول ويسبق السولي ويحط التصويبة. اترد على طول بتصويبة سلمية هناك تحت السلة، وادي التصويبة كمان بينية كده دي الناحية التانية، تصويبة ثلاثية تخبط في سن الحلقة. الرمية الحرة الثانية طبعا واضح ان الامريكي خد من انشيلا، وادي محمود السولي وعمل خداع بالتصويب. يا ولد يا ولد يا ولد، طبعا ده عند ثانيتين بالظبط عمل الخداع بالتصويب، خلاص طلع حط السهل محمود السولي. لقاء الكرة لنادي الاتفاق، يلم على طول محمود السولي. السولي بيعمل خداع، هو ده هو ده هو ده هو ده المنتج العماني اللي بنراهن عليه. يا شفيق البوسعيدي بس عامل موسم صراحه ولا اروع. وادي خطا شخصي يرتكبه سعيدي. بطوله درع الوزاره عامين متتاليين، العام اللي فات والعام اللي قبله كان في المركز الثالث، والنهارده نط مركزين مره واحده وبيطلع وتلف ويحاول يجيبها روبرت انشيلا، لكن يطلع ويلقي بكلمه الحسم محمود السولي وتطلع بره. الرمية الحرة الثانية وبتركيز شديد قوي يجيبها بصراحة في التوقيت ده بيبقى